ناخذ اول ماشين من ابسط الماشينز واكثرها واللي شفتوها في التريدميل اذا شفتوا اذا بتتذكروا مثلا used in some simple small machines. انا فرجيكم التريدميل مثلا اكزامبل موجوده في كثير من التريدميلز. اذا بتطلع على التريدميل راح تشوف تريدميل في كمان بعض المضخات الصغيره اللي بتضخ مي في معقمات المي الفلتر ميه الفلتر بتشتغل على 28 فولت. مثلا هذا التريدميل انا اللي شفته اظن كان 180 فولت دي سي. بس في مثلا سمول ووتر فلتر بامبس هذول بيستعملوا شيء اسمه ريفرس اوسموسيس. هذا مثلا 28 فولت دي سي. مادة ماشينز بتشوفوه في المختبر، بتشوفه في المختبر اللي اخذوا بتذكر اللي اشتغلنا عليه محرك الزيت. اذا الدي سي ماشين الدي سي موتر لحد الان موجود. برنسبل اوف اوبريشن مبدا عمل ال برنسبل اوف اوبريشن او دي سي موتور راح احكي بشكل عام. هلا اول شيء راح احكي عن البيرمننت ماجنت، بعدين راح نحكي عن الالكترو ماجنت. فالفكره الاساسيه في عمل الدي سي موتور انه عندنا هون راح يكون في بيرمننت ماجنت. نفترض انه هذا نورث وهون عندنا صحيح. فهذا هون بيرمننت ماجنت. بيرمننت ماجنت يعني انا ما بحتاج كرنت او كويل حتى اعمل له ماجنتايزيشن. بيرمننت ماجنت من هون ومن هون. فبنيجي احنا في الروتر او اللي اسمه الارمتشر في الدي سي موتور. هذا اسمه ارمتشر اللي هو الروتر اللي بدور. نيجي هون احنا بنحفر فراغ هون وبقابله او خليني اعمله هون هيك. خليني امد هذا الماجنت شوي هون. رح نيجي نحفر في هذا فراغ. في هذا الفراغ رح نحط سلك. السلك هذا جاي، السلك هذا جاي على طول الروتر. وسلك ثاني نحطه هون في هذا الفراغ. فاحنا حفرنا فراغ هون، حفرنا فراغ هون. هذول السلكين مشبوكين من النهايه، راح احطهم هون خط مقطع. خط هذا المقطع يعني انه السلك هذا داخل مشبوك من ورا وبيطلع معي من هون. هلا الان هذا السلك راح يتعرض لمجال مغناطيسي وراح امرر فيه كرنت. فخلينا نفترض الان انه الكرنت طالع من الصفحه هون وداخل بالصفحه هون. فاهمين هاي هذا النقطه هاي بالدائره شو معناها؟ النقطة معناتها هاي كأنه عندي سهم هون. فإذا اطلعت على السهم من هون ايش بشوف؟ بشوف نقطة هون ودائرة هون. إذا اطلعت على هذا السهم من هون ايش بشوف؟ اكس. بشوف الاكس هاي وبشوف دائرة. من هون بشوف. فهذا هون الكرنت طالع من الصفحة هون وداخل بالصفحة. هلا لو جينا اطلعنا على الموتور افكت، الموتور افكت بقول انه اذا عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه راح افترض الماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه اللي هي بي. ماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه وعندي كرنت طالع من الصفحه بهذا الشكل راح يصير في عندي فورس على هذا السلك تانجنشال. شو يعني تانجنشال؟ مماس. مماس للدائره. فراح يصير عندي هون فورس 1 هاي لانها فيكتور وهذا العكس. عندي الماجنتيك فلكس دنسيتي بهذا الاتجاه والكرنت داخل بالصفحة راح يكون عندي فورس كمان تانجنشال بس بعكس الاتجاه ف F2. ايش بنلاحظ على F1 و F2؟ متساويين في القيمة. حتى خليني ارسم هذا اطول شوي عشان نعرف انه هو نفس القيمة بس اتجاههم متعاكس، اتجاههم متعاكس لكنهم مش على نفس الخط. لما انا اجي اثر على جسم بتو فورسز متساويين في القيمة وعكس الاتجاه بس مش على نفس الخط، شو راح يعملوا بالجسم هذا؟ يحاول يلفوه مش هيك؟ راح تكون عندي زي تور. هذول بنسميهم كابلي. هاي الفورس وهاي الفورس متساويين في المقدار، متعاكسين بالاتجاه، لكنهم ما بيشتغلوا على نفس الخط. بنسميهم هذول كابل. اذا اف 1 اند اف 2 ار ايكوال ان ماجنتيود opposite in direction
but act in different lines. إذا هذول بعقولي couple. When couple tries to rotate the rotor. فبتكون عندي الآن تورك، التورك بحاول يعمل دوران لهذا المحرك. اوكي؟ إذا هذا المبدأ الأساسي. نعم. دكتور دسن، كيف هو القاعدة؟ هاي قاعدة الموتور، هاي اللي هي الليفت هاند رول للموتور. تمام. الليفت هاند رول للموتور بتقول إذا بدك تستعملها تقدر تستعمل فيه طرق ثانية، بس هاي أبسط طرق أنا دائما بستعملها. بستعمل هاي للجنريتر وهاي للموتور. هون عندي موتور. فالموتور إفكت بقول الماجنتيك فلكس دنسيتي بتمشي باتجاه السبابة. فالماجنتيك فلكس دنسيتي راح تروح من النورث للساوث. بس هي الحقيقة ما بتمشي بهذا الاتجاه، تمشي عمودية على الاير جاب. اوكي، لازم تكون عمودية على الاير جاب لأنها بتحاول تلاقي أبسط أقصر مسار. فبتلاقيها هون هيك هون هيك هون هيك عمودية بهذا الشكل، وهون راح تكون هيك. وبعدين الأصبع الوسطى الأوسط، الأصبع الأوسط هو اتجاه الكرنت. الكرنت لاحظ طالع طلوع من هون، فبدي الفلكس هيك لكن الكرنت هيك، فهي الفلكس هيك والكرنت طالع من الصفحة، فوين صارت الفورس؟ بهذا الشكل. وبعدين العكس هون بيجي هون عندي الفلكس هيك والكرنت داخل بالصفحة، فالفورس هيك، فهذول رح يحاولوا يعملوا يلفوا هذا بيعملوا له كابل. هلا في شغلة لازم تصير كمان، صعب نرسمها هون، بس لازم يصير لما هذا السلك يوصل عند النقطة هاي يترك الماجنت النورث وبده يصير تحت الساب، ايش لازم يصير في اتجاه التيار اللي ماشي فيه؟ ينعكس. لازم نعكسه. مين اللي بيعكسه يا احمد؟ اللي هو الكوميتيتر سيجمنت. ممتاز. اوكي، اذا هون في عندي شيء اسمه نيوترال اكسس. نيوترال اكسس اللي هو بفصل، حتى انا المفروض مديت الماجنت هذا ومديت الماجنت هذا، انا مضيع مسافه كثير هون ضايعه على الفاضي. المفروض انا عملت الماجنت هذا اكبر، عشان هيك مرات بستخدم اربع بولز بدل اثنين بول عشان اقدر استفيد من المساحه الضايعه منها. بس انا راح احط هون هذا خط زي هيك، راح اسمي هذا الخط نيوترال اكسس. اي خط اي سلك بيعبر النيوترال اكسس اتجاه الكرنت فيه لازم ينعكس. اذا whenever، ايش يعني whenever؟ في اي لحظه whenever a wire crosses the neutral axis. طبعا the neutral axis is the line that separates north from south أو a pole from a pole. فعندي أما أدخل من north أروح إلى south بمر على neutral axis، لما أروح من south إلى north بمر على neutral axis. Whenever a wire crosses the neutral axis we must، لازم حتى يكمل المشين دورانها وتضلها شغالة، we must reverse the direction of current. The direction of the current. هلا هارد يقول this is done by using commutators. أو this is achieved يعني بتحقق by using commutator segments. الكوميتيتر هو الجهاز او الجزء من الدي سي موتور، واي دي سي موتور، اي دي سي موتور لازم يكون فيه كوميتيتر سيجمنتس، والكوميتيتر سيجمنتس بيعكسوا اتجاه. فبتلاقي كل الاسلاك اللي موجوده على هاي الجهه في لحظه وجودها على هاي الجهه كيف الكرنت فيها؟ طالع من الصفحه، وكل الاسلاك اللي موجوده على هاي الجهه في لحظه وجودها داخل الصفحه. اي سلك بعبر هذا الخط بيعكس، فلازم كل الاسلاك اللي موجوده في هاي الجهه، ولذلك هذا بيحافظ على استمرارية التورك بنفس الاتجاه، بضلوا كل الفورسز هذول تانجنشال هيك، بضلوا كل الفورسز هذول تانجنشال هيك، فبضل اتجاه التورك، ولذلك هذا المحرك خلص بيستمر باستمرار بسبب وجود الكوميتيتر سيجمنتس.